ده بالنسبه للجزء الخاص بالصحفيين. الجزء الخاص باوراق الاداره هيستعرضها معاكم الزميل شهاب المبيس علشان نشوف برضه ايه اللي اعلنه المجلس من حجج ونزاع لرفض اوراق الصحفيين البديل والرد عليها. احنا اتفقنا من البدايه ان احنا هنرد على كل ادعاء من الادعاءات دي بورقه قانونيه مختومه بخدمه الدوله. اللي عايز يطعن عليها يطعن، بس ده مش موقفنا. انا موقفي ان انا اعرض ما يثبت صحه موقفي القانوني ولا ان طبعا مطلق الحريه فيه. ده هيستعرضه معانا الزميل شهاب ابو مهندس. مشكلتنا طبعا مع سبب الصحفيين في نقاط الصحفيين كلها على مدار الدرجه الخاصه تحديدا او المستقله او هي بتواجه نفس المشكله في كل النقابه. نقدر دي مش استثناء من الموضوع ده، يعني هي برضه بتواجه نفس المشكله ما بين الفرق وكده. الفرق ان هم المره دي مفيش حجه واضحه من المجلس لعدم قبولنا. طبعا في مصاريع مسار الصحفي نفسه وفي مسار المؤسسه نفسها. في اوراق بتطلب من المؤسسه وفي اوراق بتطلب من الصحفي. الاستاذ محمد صار انه حضرات الاوراق المطلوبه من الصحفيين طبعا هي مستوفاه كل الصحفيين اللي داخلين في الفتره 36. بالنسبه للاوراق اللي بتطلب من الجدران طبعا احنا خلينا نتكلم عن الاداره. الاستاذ محمد اللي كان موجود بيشرف قانون بصراحه محمد اطلع فكلفنا ان احنا نتكلم جداله. طبعا في بيطلب الاول في الاوراق بتاعت المؤسسه الخطاب اللي هو الانتظام بتاع الحرب، وده موجود من مؤسسه الاخبار وفي بعد كده بيطلب برضه تاني المجلس الاعلى للصحافه انتظام الصدور. انتظام الصدور بيطلع من المجلس الاعلى للصحافه احنا ما عندناش مشكله، هذا الخطاب هو المجلس الاعلى للصحافه بيطلب صدور ما عندناش مشكله. الاقرار